عودة من جديد مشاهدينا الكرام، والمرأة مؤخرا يعني اقتحمت الكثير من المجالات واللي كان بيكون يعني معظمة من الرجال أو ممكن تكون حكر للرجال. واحدة منها التحكيم في المستديرة كان يعني كان النصيب الأكبر فيه للرجال، وطبعا زي ما عارفين كلنا إنه الحدث الأكبر هذه الأيام كأس العالم واللي فيه ثلاثة من السيدات حكام، ده يعني تقدم كبير جدا يعني للسيدات في 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 مجال يعني زي مجال المستديرة، وبالتحديد في انها تكون يعني حكم، لانه مهنة التحكيم زي ما معروف لدى الكثير انه هي بتحتاج لمهارات قد تكون السيدات شوية صعبة عليهم، ان يكونوا في حركة دائمة خلال المباراة، ويعني بتحتاج لكثير من المجهودات والكثير من الطاقة الذهنية والجسدية. نحن عندنا التقرير. أيوة، نرحب بدكتورة منى وحيد الدين العبيد، دكتورة في التربية الرياضية والعلاج الفيزيائي. مرحبا بك كثير. يا هلا بكم غناة النيل الأزرق، سعيدة إنما سعادة بوجودي بالغناء العملاقة باستضافتي كمرأة في حدث تاريخي هام وتمثل فيه المرأة جزء رئيسي وأساسي اللي هو في التحكيم. نعم، طيب إحنا نمشي الكنترول، معد لنا تقرير نشوفه ونرجع نواصل. أهلا بكل السادة المشاهدين في كل مكان. والله حقيقة إحنا نبارك للمنتخب السعودي، يعني منتخب أنا كنت أسف أتكلم تحت الهواء، قلت إن إحنا يعني كرتنا السودانية متأكد كل الناس اللي تابعوا مباراة السعودية اليوم في السودان كمدربين ولا لعيبة ولا كده حتكون حالتهم حالة، يعني محتاج بعد ذاك أنا أعمل معهم حوارات وأشوف ردة فعلهم، يعني شوف الكرة السعودية يعني مشت لوين، لعيبة كيف، ثقة بالنفس، تفاصيل كثيرة إحنا محتاجين ما أعرف أقول شو. لكن برضو أنا داير حي من هنا زميلتي سهيلة، طبعا لها تحية وتقدير، كانت أولى كرة الدافوري في الحلة في جبرة، طبعا هي القائدة بتاعت الدافوري، فعشان كده عملت مقدمه طويله. هي ما محتاجه يعني المراه برضه وجد الان في الكره النسويه عندها حضور قوي جدا، وما شاء الله عندهم بيلعبوا بمهنيه ممتازه جدا. لكن طبعا كوره اخذنا سهيله ما بتوديها لقدام، كوره حله ناس بتقسموا اربع بنات، يعني دي حكايه بتاعت لعب وكونسه، يعني الناس بقت تهتم يا امجد بالجوده ما بالجنس. ايوه بالجوده. انا ما تكلمت عن الحاجه، انا قلت دي كوره بتاعت 4-3 ومربعات. احنا على الصعيد، احنا على الصعيد الكره النسويه في السودان ماشيين كويس. التحيه من هنا للمنتخب السوداني. لكن اعتقد انت برضه مشيتي في العمر، يعني ما اعتقد ما بتتنافسي هسه. طبعا يا امجد انت العمر هسه بقى مهم جدا. امجد ده مصري بقيني. طيب ارحب بك يا دكتور عشان سويله ما تمشي في ماينا كثير. انا ارحب بك. قراءاتك لاختيار الثلاثه نساء اللي شفناهم يمكن يكون لاول مره، وحتى انا في 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 الفيديو انهم يعني اولى سيدات في دولهم يعني يشتغلوا على مباريات كبيره. تفضلي. والله تحية للمرأة عموما في كل العالم، ومجال التحكيم يعني ما مجال غريب، يعني هو من ضمن المهن بتاعت الرياضة، والمرأة عندها دور كبير يعني في الرياضة، إذا كانت حكم، إذا كانت لاعب، إذا كانت مدرب، إذا كانت غيره. لكن يبقى اختيار نساء في كأس عالم 2022 يعني دي حاجة طفرة. فالحكم عنده مواصفات يعني، فهم تخلي الحكمات دل يعني بنوا نفسهم وتطوروا وشاركوا في مباريات محليه، فعندها اللياقه وكذا يعني القصه ما، وتركيز عالي طبعا. ايوه. فالمواصفات بتاعت غير كده كمراه هي وتحكم لرجال، دي دايره جراه كبيره اولا حاجه، وثاني حاجه دايره ثقه كبيره في النفس. بالاضافه للحاجات الفنيه واللياقيه انها تكون لازم فيت، لياقتها فيت، لازم تكون بصحه عاليه، لازم تكون متابعه المستحدث كل القوانين، تكون متطوره في كل الجوانب الفنيه. لكن الحاجه دي ما غريبه على المراه، يعني ناس انت لو بتشوف في شارعنا السوداني تحيه من هنا لناس المرور، يعني بيجوا في برضه في نساء واقفين من بعيد يوقفوك، اقف كده اقف رخصتك مش عارف شنو. ايوه. فصعبات يعني أيوة. يعني قدرتهم بانه يديروا الحاجه دي
انا مفتكر انه ممتاز جدا المراه في اداره الـ ايوه اقتحمت مجالات يعني كثيره يعني انه العمر انا هسه لاحظت من خلال التقرير انه كلهم سنة فوق سن ال 34 وال 36 وانت ماشي يعني معناها العمر انت لكن سهيله ضربتي في 39 امجد يعني محتاجه للياقه ايوه بس في النهايه الموضوع انا ما قدرك يعني ايوه صح 39 ما ممكن على النهايه العمر ما سهل ممكن تكوني في الكنب احتياطي ما في مشكله بنقبلك تفضلي يا دكتور لا لا عمرها بتلعب سهيله 39 ايوه بتلعب لو هي ايوه لو هي عندها لياقه ما بعمل بعض التمارين ما في مشكله ان شاء الله لو هي عندها لياقه هي اللياقه المقياس بتاع كل شيء صحيح انا معك فكل لاعب بيتميز بلياقه بدنيه عاليه معناها حيكون عنده اداء كبير في الملعب وحيكون عنده مدى زمني طويل في الملعب ليه لانه هو مواظب على اداؤه على تمريناته ومكتسب لياقه بدنيه بتخليه انه ممكن يكون لاطول فتره زمنيه هو في الملعب كلامك صحيح فهسه احنا يعني لو عنا اللعيبه القدامى كلهم او اللعيبه الناي كلهم يعني اعمارهم فوق يعني في ناس تجاوزوا ال 50 لكن بيلعبوا 10 دقائق بيلعبوا 10 دقائق 15 دقيقه برضه انا اكمل لك شوطين يا دكتور نكون واقعيين عندهم خبره يعني لو جو مسك الكوره 20 دقيقه ما بتموها ما لو دخل ومسك الكوره بس دقيقه بس ممكن يجيب منها جون بفعل عامل الخبره يعني بينفع يا دكتوره بينفع ثاني يلعب والله امجد صعب لانه محتاج اول حاجه اذا عدى ال 50 غير العمر يعني طيب طيب دكتور منى انت قلتي كلام تفضلي دكتور منى هي عارفه انا لاعب كوره محترف عارفه يعني ايوه هو عنده المهاره يعني هو قبل كده زول لعب زول اللعب ده من السهل جدا انه هو يرجع ثاني طيب لكن بيكون داير حاجه في جسمه لانه هو جسمه ما شاء الله بيقى وزنه داير شغل كثير ايوه الوزن بيقى هنا فاحنا اي رياضه من الرياضات عندها وزن مثالي لازم الزول اللاعب يكون بعدين يا سهيله انت طبعا وقعتي خطا الدكتوره كانت شافتيني وانا بلعب يعني عارفاني مهارات رهيبه انا ما شفتك انا كنت صغيره صراحه ما شفتك يا سلام شده سلام شديده اللي يستفيدوا من المعلومات دكتور منى طيب يعني احنا في السودان بنهتم باللياقه البدنيه بنهتم بالرياضه ولا عندنا ذا كلام فلسفه يعني انه احنا الرياضه عندنا يعني ما اسلوب حياه احنا عندنا الزول اللي بتريض ده زي الزول المفلسف يعني أيوة. عشان كده عندنا مشكله لانه احنا ما بنكتشف اللعيبه بدري منتخبنا يقال انه هو منتخب فيه يعني منتخب عجوز يعني كل المشاركين يقال يعني طبعا لكن كلام قابل للنفي او أيوة. فهل ده صحيح هل احنا ما بنمارس الرياضه او حتى على مستوى السيدات يعني ما بنمارس الرياضه ما بنهتم باللياقه البدنيه فنحن بعيدين شويه من الكوره ولا احنا ماشيين كويس والله سؤالي كويس احنا في السودان المشكلة عندنا مشكلة كبيرة اللي هي انه اصلا الرياضة ما موضوع لها استراتيجية في الدولة صحيح. ما موجودة صحيح فهسه للأسف الشديد مع انه في كليات بتاع تربية رياضية وبيتخرج ممكن يكونوا في لعيبة ممكن يكونوا في مدربين ممكن يكونوا في حكام ممكن يكونوا في أخصائي خبرة أيوة. لكن للأسف الشديد لانه البلد من اصل البنيان بتاع الاساس القاعده بتاعتها ان نافيه وجود الرياضه تماما وده هو الشيء المؤخرنا نحن كسودانيين متاخرين في الرياضه للحياه دي مع انه نحن كسودانيين عندنا اولا حاجه سحنه وطبيعه بتخلينا احنا نكون اقدر ناس نقدر نمارس نشاط رياضي ونجيب فيه نتائج ممتازه اكثر من اي دوله في العالم كلامك صحيح ليه؟ لأنه إحنا عندنا لويفات عضليه حمراء واللويفات العضليه الحمراء دي اللي هي بتساعد في التحمل واي رياضه من الرياضات محتاجه تحمل اذا كان تحمل عضلي او تحمل دوري تنفسي صحيح فاحنا اذا كان عندنا اهتمام بس ولو بسيط بجزء بسيط بس مثلا يعني انه عملنا من الرياضه دي برنامج اساسي لكل الدوله طلاب موظفين عمال على غيرهم اكيد احنا حنرفع من الانتاجيه خصوصا بتاعتنا. انه يعني دكتوره منى انه يعني في كثير من الفرق الان اللي المنتخبات اللي دخلت كاس العالم العرب هم من اصول سودانيه يعني ايوه المنتخب القطري تحديدا وغيره من المنتخبات فيها ايوه في السودانيين في السعوديه في ايوه في كل دول العالم بتلقى سودانيين معترفين ديل بيختلفوا شنو انهم هم ديل لقوا الامكانيات المتوفره لهم من كل النواحي بتاعت انه هو يمارس نشاط كره القدم ابتداء من تبنيه وانه هو موهوب في لعبة كرة القدم الناحية الغذائية اللياقة البدنية الناحية النفسية الحالة الصحية بالاضافة للامكانيات المتوفرة بتاعت الاداء بتاعت الكرة اذا كانت طبعا. ملاعب اذا كانت كور اذا كانت استادات اذا كانت غيرها من الادوات المحتاجة اللاعب في الرياضة بتاعته طيب يا دكتورة يعني كل المنتخبات او اللعيبة الكبار تخرجوا من مدرسة الحواري اللي هو دافوري الحلة ده نعم
الناس بتبدأ شوية شوية كده بتاع لحد ما يمشوا لقدام للأندية. نحن ما زلنا يبدو انه كورتنا لسه دافوري حلة، يعني احنا نستمتع عسي الان بالدافوري بتاع الحلة ده كان في الزقاق افضل بكثير جدا من 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 المؤسسات الكبيرة. المؤسسات ذاتها صراعاتها، احنا مشكلتنا صراعات والمصالح بقت يعني كدا. يعني يعني فكرة السودان وكده وان الرياض ما اللي كده ما بقى صراعات للأسف الى 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 الحياة كثيرة جدا. انا ده اخذك بالموضوع ده نشوف العالم شوفي وصل لوين، انه ثلاثة سيدات هم من ضمن التحكيم، وشوف نحن برضو كمان الرياضة النسوية ودت متأخرة. شوف الهجمات الهجوم الكبير اللي جت الرياضة دي ومش عارف كيف كيف كيف، فنحن كيف حنتصلح يعني؟ الناس مشت ونحن لازم نتصارع في انه والله البنات ولا مش عارف حرام وحلال الحكم وحيحصل شنو وكذا كده. ايوه نحن متمسكين بالمعتقدات بتاعتنا، وقد تكون هي معتقدات صحيحه وقد تكون غير صحيحه. صحيح. اللي بيمنع شنو؟ انه هي المراه تمارس رياضه. صحيح. انا ما شايفه انه في شيء بيمنع انها هي تمارس نشاط رياضي ايا كان نوع الرياضه، اذا لسه محترم واذا محتشم واذا أيوة. ما بدش اذا انا ايوه اذا انا اتمسكت بعاداتي وتقاليدي واتمسكت بالصوره بتاعتي اللي انا عاوزه ادي بها الرياضه بتاعتي، ما في غضاضه في ذلك. لكن احنا مشكلتنا في البلد انه الرياضه ما متبنينا اهل الرياضه. كيف؟ تعال امسك الفرق بتاعتنا هسه اللي احنا بنقول مثلا نعمل منتخبات ونشارك بها لو كان في كاس العالم. طيب على راسه منه؟ الاداره فيها منه؟ كلهم راس ماليه. الهدف هنا مش طيب ما هي كويسه يعني. انا 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 في الحته دي ماله انا كراس مالي افكر بفكره انه يعني فكره انا انجح البيزنس ده، لكن ما يهتم بالحاجه ما انا ما شايف فيها. ما اوكي ماشي العالم كله اكبر منتخبات ماسكينها. ايوه اوكي البيزنس ماسكين البيزنس، لكن في داخله جايبين شنو؟ المختصين. صحيح. لكن يلا انا كاداري ليه لو كزول عندي قروش وده فريقي وده انا اتحكم ننجح عشان ما اخسر. لا نحن هنا عندنا عكس، اتحكم في اي حاجه. لعب ده وما تلعب ده، ودخل ده وما تدخل ده، زولي وزولي وده ولدي وده ولد هنا، زولي وزولي. عشان كده الفكره ما حتمشي. ايوه اذا ما احنا تبنينا اصلا اكاديميات وعملنا فرق سنيه وتمرحلنا كرتنا ما حتنجح صراحه. العالم اي طفل لما يكون في المرحله السنيه بتاعته على حسب الجينات بتاعته، على حسب قدراته، على حسب ميوله، بوجهه طواله لنوع النشاط اللي هو مفترض من هو صغير عشان يمشي فيه. فهو بيلقى نفسه انه هو ماشي في الحاجه اللي هو مفترض يمشي فيها، فعشان كده بيكون في احترافيه، بيكون في اتقان للمهاره، بيكون في لياقه، بيكون في كل الحاجات اللي هو محتاج عشان يمارس بها نشاطه. عشان كده قبل شيء قلت لك يعني هنا بحيي اخوي محمد مبارك له التحيه، قلت لك ده اسمه الساحر معروف في مدرمان. ايوه يعني ده مش خرافي في الكوره يعني مبالغ فيه، ولكن ما في يعني ما لقى اهتمام، ما لقى اهتمام يعني كان ممكن يكون خطير يعني. والله زيه كثير كثير احنا عندنا يعني دكتوره احنا لسه عندنا يعني نمط التفكير بنمط انه والله يا اخي الكوره دي ما 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 مستقبل، يا ود ركز مع دروسك او لا اسي مستقبل هي اسي فيها قروش كويسه. لا الفكره بتاعت انه شنو؟ انه اي زول بيلعب ده معناه زول فاغ التربيه او زول بليد. لا تحس ده الفهم. لا ده هو الفهم هنا في السودان ستيل ناو. ايوه لكن الشيء اللي احنا بنقوله انه هو الزول الشاطر والزول الذكي هو زول الرياضي، لانه اصلا الرياضه بتعمل على تنميه العقل اولا حاجه. كلامك صحيح. وبتخاطب العقل اولا حاجه، وكل شيء بيقوم به الانسان اولا حاجه تفكيره بيبدا من عقله. كل اشاراته العصبيه العقل السليم ايوه والعقل السليم. احنا نواصل في الرشيده دي عشان امجد ده من بكره يمشي يسجل له في الجيم ولا كده، لكن عندنا فاصل اعلاني بعد ما نرجع يمشينا لاعب دريان بشجيجه بالديم يعني. انا المنتخبات دي لا امشي في بيوتهم يعني، ورجعنا ثاني نلعب كوره احنا دكتوره صح يا عارفه متاكده اللعيبه دي يمشي يشوفوا لهم حته ثانيه بالمناسبه. نحن لو رجعنا نلعب ايوه قاعد نطلع فاصل لكن لو رجعنا والله يشوفوا لهم حته غير والله المهاره عندها دور كبير طبعا. يرجعوا والله ايوه لانه ديل ما يعني لسه دايرين محاضرات في الكوره. اشوفكم بعد الفاصل خليكم معنا. عودة من جديد مشاهدينا الكرام، ولسه نتواصل ونتكلم في موضوع التحكيم النسوي وموقفنا احنا في السودان من التحكيم ومن الرياضه عموما. لكن عندنا الرساله اليوميه من قطر، اجواء المونديال والزميل عبد الله الشرقاوي عبر خدمه التي في. السلام عليكم. زميل عبد الله. السلام عليكم. كل مشاهدي شاشة قناة النيل الأزرق الفضائية أهلا وسهلا ومرحبا.
دولة قطر الدوحة بالتحديد، نشهد احتفائية كبيرة جدا جدا لكل العرب المتواجدين بانتصار السعودي الأخضر اللي رفع رأسنا في هذه المنافسة وفي هذا اليوم بالتحديد بانتصاره على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف بعد أن كان متأخرا، عاد من جديد وأحرز هدفين وأفرح كل الأمة العربية وتوج بالتأكيد كأس العالم العربي بانتصار كبير على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي وعدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية. الزملاء في الاستديو سهيلة وأمجد، أنا معي عدد من السعوديين وأيضا التوانسة اللي حيكونوا معانا لمباراة انتهت بالتعادل بدون أهداف. أسعد أن يكون معي عدد من المشجعين السعوديين. سمعونا حاجة، احنا اول شيء بقول ان المنتخب السعودي انه امتع وابدع، اهزم المصنف الاول في البطوله الارجنتين وميسي ورفاقه، فعلا فان المنتخب السعودي قادم بقوه وسيصل الى ابعد مدى في هذه البطوله. وين ميسي يا شباب؟ ها وينه؟ وكسرنا عينه. ايوه ميسي وينه؟ كسرنا عينه. ايوه ميسي وينه؟ كسرنا عينه. ايوه ميسي وينه؟ بالتأكيد الفرحة كبيرة جدا جدا داخل دولة قطر. أشكر قناة نيلة على العلوة، فالسودان دائما موجودة وابدا. الله يكرمكم وأنتم بالقلب إن شاء الله وابدا. شكرا جزيلا لك. وأيضا المنتخب التونسي واحد من المنتخبات اللي انتصرت وبتعادل كبير جدا جدا اليوم، وبرضو رفعت أسهم العرب بشكل كبير في هذه البطولة. مبروك، بارك فيك، عايشك. نحن بالنسبه لنا التعادل هذا بالنسبه لنا في مقام الانتصار، ومش نورمال يا مش نورمال يا واحده واحده للفينال. علي علي فرصه لك اسي بدك. السلام عليكم، كيف الحال؟ تفضل. شنو تحب تسالني؟ كيف رايك في اداء المنتخب التونسي والمنتخب السعودي؟ تونس اول شيء السعودي، ايوه احنا نرفع لهم القبعه، وبعدين التونسي زاد ما قصروا من الجماعة، هم لازم ربحانين من الشوط الأول، لازم ربحانين، وإن شاء الله كل الفرق العربية تأهل، وإن شاء الله بإذن الله يصير، إن شاء الله بعون الله، إن شاء الله حيا. أكيد أجواء جماهيرية كبيرة جدا جدا في المونديال، مونديال كل العرب باحتفاء جميل جدا جدا من دولة قطر واحتواء لكل العرب، وهذا يمثل أيضا استفتاء كبير لتوحد الأمة العربية ووحدتها وغبطتها في الفترة الغادية ومشاءة المولى عز وجل. الزملاء داخل الاستوديو، أنا معي الزميلة ميرفت حسين. الزميلة ميرفت إن شاء الله حتلتقيكم بعد ساعة من الآن مع الأستاذ عمار في برنامجها في عدد من الحوارات وعدد من النقاشات. الزميلة ميرفت، بالتأكيد فرحة كبيرة في قطر بانتصار المنتخب السعودي وتعادل المنتخب التونسي. أكيد. سلام على الزملاء في الاستوديو، تحية لكم جميعا. زي ما شايفين الصورة الآن، أعتقد الانتصار السعودي والتعادل التونسي رسم صورة مختلفة للمونديال، جعل الإثارة حاضرة والمفاجآت أيضا. انتظرونا في كالآتي، حنطلع لكم بعدين بمزيد من التفاصيل. السلام عليكم. شكرا جزيلا وشكرا داخل الاستوديو. لازم يطلعون ان شاء الله. ان شاء الله. كفو الله يكرمك. شكرا جزيلا. والله عندكم لعيبه. شكرا جزيلا للزملاء داخل الاستوديو وامجاد وسهيله البارك معكم، والصوره بالتاكيد حتكون من سوق واقف، صوره معبره لهذا الحفل الكريم ولهذا الحشد الكريم الذي اجتمع من اجل الامه العربيه واجتمع من اجل انجاح مونديال كل العرب قطر 2022. مبروك للمملكة العربية السعودية، بالتوفيق للمغرب، بالتوفيق أيضا للمنتخب القطري في المباراة القادمة. لحد ما ألقاكم في مساحات كثيرة إن شاء الله قادمة. أنا ما أعرف مونديال يعني كمان يعني أستاذ عبد الله، ما أنا ما الزميل عبد الله مسامعني ولا ما بيسمعني؟ والله يا ريت يعني عبر تقنية تي في يو يقدر يسمعنا، لأنه يعني شوف الأخ من تونس قال والله عندكم لعيبه، يعني عندكم نعم. لعيبه ممتازين. نعم بالتأكيد. حقيقه يعني نعم، احنا طبعا بنبارك للمنتخب السعودي. نعم سامح. انا اتمنى انه في المره الجايه نقدر نتواصل معاه ونتداخل معاه عشان نشوف. نعم لكن بالتاكيد امجد يعني بنبارك للسعوديه بالتاكيد، وهم فوز العرب، فوز لان احنا وتونس لعبت لعبه جميله جدا، وقبلها يعني بنفخر يعني بمونديال قطر. نعم سؤال دكتوره، احنا مرات في حاجات بسيطه حق نضيف عندها، يعني انا افتكر انه الحوار اللي عمله عبد الله الشرقاوي
من هنا بنحيي طبعا زميلنا امير فتحي السعودي. نعم تحيه لزميلنا امير. لقطات كثيره جدا من المونديال. نعم. لكن الاخ من تونس كلامه ده مهم والانتراكشن. قال يعني نحن عاوزين نشوف المنتخب السوداني عندهم لعيبه. يعني هو يعني احنا طبعا هو عارف انه اللعيبه السودانيه وكده يعني. والله هو فعلا كل العالم هذه رساله فكره دي اهم ما في الحوار ده. والله هو فعلا واحنا بنشكر يعني على الاحساس ده انه هو عاوز كشعب السودان او المنتخب السوداني انه يكون متواجد في المونديال وده يعني حق يعني مفترض يعني انه دوله السودان ما دوله هينه عشان ما يكون عندها منتخب او يكون عندها ناس مشاركين في كاس يعني العالم. يبقى الغيرك عارف انك انت مقدراتك وانت أيوة ما عارف عندك مقدرات وهم عارفين الحاجه دي لانه عندنا احنا لعيبه كثيره محترفين عندهم. نعم. فهم عارفين المقدره بتاعت اللاعب السوداني يعني ممكن يدي وممكن يوصل ممكن نعمل حاجه. طيب المعوقات وين يعني دكتوره منى المعوقات وين؟ هل المعوقات عندنا في في يعني تقدمنا في مجال الرياضه هي معوقات لها علاقه بتفكيرنا احنا ذاتنا كسودانيين تجاه الرياضه؟ يعني قبل احنا تحت الهواء كنا بنتكلم عن انه الرياضه بالنسبه للنساء يعني احنا لسه عندنا صوره نمطيه في ذهننا انه والله يا اخي النساء اللي بيشاركوا في منتخب السودان او عموما اللي بيشاركوا في الرياضات النسويه هم ممكن يكونوا من اسر مثلا متحرره. احنا استيل عندنا مهن كثيره الناس بتقرا لها كليات واحنا لسه عندنا فيها راي وعندنا فيها تحفظات. هل ممكن عقليه زي العقليه دي ممكن تتقدم وتتطور ونشوف يوم من الايام منتخب السودان النسوي او يعني سيدات او الرجال في 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 مصاف في العالم ان شاء نعم. الله والله بعتقد انه هسي تحديدا هسي في الاونه الاخيره يعني الناس اتفهمت او بقت المفاهيم مختلفه ما زي زمان. يعني فعلا زمان كانت في معتقدات وفي مفاهيم زي ما قلتي انت ما بس الرياضه بس يعني في مهن كثيره بالذات المراه تحديدا للمراه عندهم فوق سي يعني انه في مهن ما بتناسبها من حيث حاجات كثيره. لكن الشيء اللي عاوز اقوله انا اي زول مهتم مقتنع بحاجات اللي هو قاعد يأديها بيقدر يقنع الناس وبيقدر بيصل للحاجة اللي هو عاوزها. ليه؟ لأنه أصلا هو ما مخالف للمجتمع ولا مخالف للإسلام ولا مخالف للدين. إحنا استيل ما عندنا مقاعد في الإستاد. يعني الآن أنا لو عايز أمشي أشجع ولا يكون عندي لون رياضي معين عايز أشجع إحنا ما عندنا مقاعد في الإستاد. في لكن أنا في بنشوف بعض الأسر موجودة أعتقد في في في, في ملاعبنا هنا في السودان ما أعتقد فيها. يلا هما ده ما بشكل احتراف يعني. ايوه احتراف يعني ما بحاجه كده ظاهره انه هنا. ليه؟ لانه اصلا هو ذاته الاسر اللي بتكون بتشجع او الاسر هنا زي ما قالت بيطلقوا على انها هي متحرره وديل هم اللي بيكون عندهم لعيبه او الناس اللي بيلعبوا وعندهم الناس اللي بيشجعون عشان كده بيمشوا لهم في الاستاد او يمشوا لهم في التدريب او يمشوا لهم في كده. لكن بالنسبه انه احنا نصل او هنا ما صعبه بس احنا كيف زي ما بيقولوا خط الكوره واطه ونبدا من القاعده بتاعتنا ونبدا صح ونصمم صح واكيد انا متاكده ان احنا حنصل لو احنا بدينا من القاعده صح حنصل. طيب على مستوى التحكيم عندنا في السودان كيف المراه انت شايفها؟ والله زي ما انا قلت لك انه في الرياضه عموما التحكيم جزء من المهن بتاعت الرياضه. انا بتكلم عن السودان يعني هل نحن عندنا الان ناس مؤهلين تماما عاملين كورسات في في تحكيم؟ انا اتكلم عن كل الرياضات في تحكيم بالنسبه للسيدات. تمام. بالنسبه لكره القدم في برضه تحكيم لكره القدم لانه زي ما قلت الكره بتاعت كره القدم بالنسبه للسيدات بدت متاخره. صحيح. لكن كل الرياضات سابقا في تحكيم سيدات. حتى يعني في ناس كانوا مشاركين في الدول العربيه في نادي في كثير يعني في المناشط الاخرى يعني. لكن بالنسبه للتحديدا لكره القدم في سيدات لكن محلي طبعا. يعني لسه ما في زول مشى عالميه او هنا. في ناس برضه شاركوا عربيا تقريبا برضه لكن ما في كره القدم. طيب في كره الطايره في دكتوره منى كره الطايره اكثر انا شايف. ايوه نعم. طيب التشجيع والثقافه ذاته باهميه الرياضه كلعبه مثلا كره القدم كلعبه وك ك كجزء من الدبلوماسيه الشعبيه كجزء من ثقافه البلد. يعني مثلا عندنا زي البرازيل مثلا الناس دي بتتنفس كوره. احنا عندنا الحياه دي ما في عندنا هنا في السودان بالاضافه للتشجيع لسه انا كنت بتكلم عنه كهو جزء رئيسي واساسي في الروح المعنويه ولتفاصيل كثيره لها علاقه بالمنتخب او الانديه الموجود عندنا في السودان. احنا ثقافتنا النسويه تجاه الكوره كيف؟ بالنسبة للسيدات يمكن يكون في رياضات عندهم فيها ثقافة يعني وبيشجعوها لكن بعيدين كل البعد عن كرة القدم تحديدا. يعني نادر أو بسيطين هم اللي بيكونوا بيشجعوا كرة القدم ويكون عندهم ثقافة في كرة القدم. لكن باقي الأنشطة ممكن تلقى يعني في ناس وتحديدا يمكن الطائرة لأنه أكثر لعبة محببة. صحيح. بالنسبة للسيدات
وهم اللي بيمشوا فوقه وبيشجعوا فوقه وبيكونوا ممكن عارفين يعني احداثه وحاجاته. اما بالنسبه لكره القدم بسيطين جدا جدا لانه الاهتمام بها ذاته للمراه متاخر. حتى احنا لو مسكنا الانديه بتاعتنا احنا بنقول كلنا بنلعب كره قدم، حتى اولادنا اطفالنا كلهم بيلعبوا كره قدم. لكن وين بالمناسبه وين هي كره القدم؟ قلت لك كره الدافوري. ايوه وين كره القدم يعني حتى على مستوى الرجال؟ فعشان كده بالنسبه لمستوى السيدات حتكون اكيد ما في تشجيع، ما في ثقافه، ما في علم بها، ما في حاجه بيعملوها في سبيل انهم هم يشجعوا كره بتاعه قدم، او بقول لك دي اصلا هي لعبه بتاعه رجال ما بتاعه نسوان. فدي المفاهيم اللي هم الناس ماشيين بها. لكن هسه في الاونه الاخيره زي ما قلت لك الدوري اللي اتقام بتاعه الفرق اللي اتعملت في عدبره وفي الخرطوم وفي ديل اللي هم كانوا ابدوا اللي ما بقولوا الثوره بتاعه المراه صحيح في رياضه كره القدم. وزي ما قلت لاقوا ما لاقوا من اتهامات وتهزئات وحيت، لكن الكويس تنمر برضو في ايوه الكويس انهم هم واصلوا يعني استيل الى الان الناس هم ده المواصلين. حتى كان هسه في الدوري ياهو بتاع السيدات بتاع كره القدم وضافوا لهم عدد من الفرق بتاعه السيدات الجديده، لكن برضو بيزال انه الاهتمام ما بالمستوى المعهود عشان هم يواصلوا عشان يستمروا. داري رعايه، انا اعتقد داري رعايه ويكون ميقياد هذا الدوري ذاته في اهتمام بالموضوع ده، دايرين رعايه ودايرين اهتمام ودايرين زول بجد زول حسوا على الرياضه انه هو عاوز فعلا الرياضه تتقدم انها هي دعم نفسي. دعم نفسي دعم نفسي. طيب على صعيد يعني المراه واقتحامها لمجال الرياضه، وين المراه السودانيه من التعليق الرياضي؟ دي برضو يعتمد على الثقافه وعلى المواكبه وعلى التفاصيل دي. والله هو فيه زي ما قلت لك برضو المهن الرياضيه التعليق التحكيم النهايه كلها فيه، وممكن تكون فيها الرجل وفوق المراه. لكن برضو للاعتقادات وللحاجات ما بتلقي برضو مراه في مجال التعليق، ما بتلقي مراه في مجال كره القدم، ما بتلقي مراه في مجال يعني لسه نحن بعيدين يعني يا دوب بادين. فعاوزين زمن عشان احنا نصل لحته الاحترافيه وحته صحيح. طيب مشاركه خارجيه نحن قبل طبعا كلنا يعني برجع مره ثانيه لاجواء المونديال وشاهدنا المنتخب السعودي وانا بحضر في بعض البرامج عن التحليل للمباراه دي والثقه في النفس بالنسبه للعيبه. طوالي جابوا فيديو لولي العهد محمد بن سلمان وهو بيتكلم مع اللعيبه بانه نحن نبي نستمتع، نحن نبي نشوف أيوة. مش عارف كوره عاوزين مباراه عاوزين نتيجه. ايوه انا اعتقد انه حافز زي ده مش بخليك انت تفوز، بخليك تجيب الكاس ذاته يعني فعلا. يعني انا عشان كده قلت انا من القياده فوق عندها اهتمام بانه لا انا لازم اسمي يكون موجود. موجود. اعتقد واحده من الحاجات المهمه الان لو السيدات لقوا الحافز ده ممكن يشاركوا. ما في الان مباريات على المستوى الافريقي والعربي وايضا العالمي للسيدات في بس لكن وين هم يلقوا الحاجات دي؟ ده السؤال بيبقى أيوة. بيبقى مهم. طيب مشاركه السيدات الان في التحكيم حيغير شويه الخريطه بتاعت المباريات؟ والله ممكن يغير يعني بالنسبه يعني للناس الهسي ممارسين يعني الهسي حاليا هم ممارسين السيدات الممارسات لكره القدم ممكن تكون حافز ودافع لهم في انهم هم يكونوا في المجال زي ما هسي في كاس العالم بقت في سيدات ممكن يعني. ودي حاجه انا اتخيلها ما حاجه هينه كونه انه مراه تحكم لرجال يعني دي انا بعتبرها قمه الامتاع قمه التطور يعني. واحنا على صعيد يعني الاعلام الرياضي من هنا خلونا نحيي الزميله ميرفت وهي زوله مجتهده جدا ويعني ايضا على تقلدت مناصب في الاتحاد صحيح. لها التحيه والتحيه ايضا للزميله غاده عربي. وانا واحده من الناس اللي كنت عندي محاولات انه انا يكون عندي يعني دور برضه في من خلال من خلال من خلال لكن لا من خلال من خلال انا ما لعبت انا قدمت فقره عن الرياضه العالميه. انا بتكلم عن انه زول مارس الرياضه على ارض الواقع وبكمل ما بيها كثير عكس زول ما لعب كوره اصلا ما عنده علاقه بالكوره. انا عندي يعني عندي هوايه الرمايه ولعبت في الرمايه كثير وكنت واحده من الناس لكن ما حصلت للبطوله يعني لكن كنت في ترمي في كويس يعني. ايوه خالص لكن على صعيد الاعلام الرياضي كانت واجهتني يعني واجهتني الصعوبه في انه احفظ الاسماء ما هي كانت رياضه عالميه كان في لازم اكون مواكبه لازم اكون بحفظ الاسماء بنطق الاسماء صح. فهي مهنه شويه صعبه على النساء اذا كانوا هم الثقافه الرياضيه ما مشبعين بها من هم صغار. لكن احنا عندنا محاولات كبيره ومحاولات جاده كثير من الاعلاميات السودانيات انهم يكونوا بعد شوي يعني شوف لنا مثلا يعني تعليق مثلا
والله هو في كل تربية رياضية جامعة السودان في قسم بتاع إعلام إعلام رياضي. نعم. من هنا خلونا ننتهز الفرصة وحي زميل نابغ نصر الدين اللي هو كان انطلاقته من غنى تنين الأدرك هو الآن في ضمن تيم بي إن سبورت وهو الآن بيعلق على المونديال مونديال قطر له التحية. فنحن السودانيين محتاجين يعني تقيير لنمط التفكير تجاه الرياضة النسوية بالتحديد. تعليقك وكلمة أخيرة. والله دي الحاجة المهمة بذات المرأة. فزي ما قلت لك إحنا إذا اهتمينا برياضة المرأة معناها اهتمينا بالسودان ككل لأن المرأة هي كل البلد. فإذا المرأة بقت ممارسة للنشاط الرياضي معناها مكتسبة للياقة البدنية، معناها عندها حالة مزاجية عالية، معناها زولة منتجة، معناها زولة مربية، معناها هتربي لنا جيل جديد نظرته للرياضة مختلفة وقد يعبر بينا إن شاء الله في السنوات القادمة. إن شاء الله. شاكرين لك كثير جدا دكتورة منى، شرفتينا كثير والله. الله يخليكم، تسلم كثير إن شاء الله قناة النيل الأزرق. شكرا لكم، مبسوطة بأميل لكم في برنامج مساء جديد. الله يديك الصحة والعافية. الله يبارك فيك. نحن كده بنكون وصلنا لختام المساء الجديد. التحية والتقدير للسادة المشاهدين في كل مكان، نتمنى دائما نشوفكم بأتم صحة وعافية. شكرا مشاهدينا ومع السلامة.